هذا قرار مجلس، لازم المجلس المحافظة نينوى ينفذ قرار مجلس النواب بعدم الدوام وعدم الالتزام، لان كل المجالس رفضت. فهذه السلطه العليا مهما كان الامر هنا لازم تنفيذ امر السلطه العليا وبحل هذه المجالس المحافظات. بعد طبعا سحب الاختام من قبل اعضاء مجلس المحافظه اليوم مصرين على الدوام، شو طالب مجلس النواب وايضا بخصوص أطالب من الحكومة العراقية أنه تشد وتصر على مجلس محافظة نينوى أن يتبع مجالس المحافظات أجمعين، أنه مهما حل مجلس محافظة بغداد، مجلس محافظة ميسان، مجلس محافظة البصرة، يطبقون أنه هذا القرار صدر من سلطة عليا أنه يتبدل هذا المجلس المحافظة ومجلس محافظة جديد إن شاء الله. طبعاً الشغلة واضحة لكل العراقيين، مو بس محافظة نينوى بالأخص، أنه ماكو عندنا مسؤول هسه دا يشتغل ومتعب نفسه مثل في قوسين ودويش اساس ليمثل انه دا يشتغل للمواطن، ماكو هذا الشيء على ارض الواقع، ماكو، كل المصالح شخصيه. مجلس محافظه نينوى ما يختلف، هو ضوء، هو نظام واحد بكل المحافظات، انت تسوي مثل ما يسوي مجلس محافظه بغداد او مال الديوانيه او البصره او اي، كلها نفس السياق. انا اقول لك تعرف محافظه سوها طالعه من دمار وطالعه من خراب ويراد لها فلوس، يا ابو فلوس مثل ما يقول على ما تنهض، فانا جاي اجي هنا هاي الفلوس حرامات، انا اقول غير ياخذها اتشلب بها فد سنه سنتين ثلاثه تقطوني ميزانيات وبتجيب. يعني برايك انه بعد قرار مجلس النواب طبعا مصالحهم الشخصيه لا ميتين على مواطن، هاي عندك هاي الازدحامات وعندك شوارع تعبانه الكهرباء ماكو زين. طبعا انا هسه اقول لك شيء مستفاد منه، تشلب بي لو ما تشلب بي مو لا هل قدم شيء مجلس محافظه؟ لا الحمد لله كل شيء ماكو، خير من الله كل شيء، ماكو شيء، كله على المجهود الشخصي. من البرلمان والحكومه بخصوص هاي المجالس اتمنى انه لما يكون عندهم قرار مثلا سبيل مثال محل مجلس محافظه انه شيء بديل احسن من عنده، يعني ليه بس يحلون ويخلون الامور محلوله يعني زين، ان شاء الله يكون عندهم قرار جدي بالموضوع. نحن نطالب بحال مجلس المحافظه، حنا حال بقيه المحافظه اللي انحل حتى في سبيل يقدمون شيء للموصل، كل شيء ما قدموه، كل اللي حد الان كل ملتهي كل شيء ما قدموه لي، كل شيء ما قدموه لي. اكيد مصرين على الدوام، اكيد اكو صفقات عندهم، صفقات فساد اكيد عايز يسوون شغلات، نحن نطالب بحل هذا الشيء، كافي يعني كل من يدور مصلحه نفسه، كافي نريد نصير ايد واحده، نريد نصير نعيش بامان، نعيش براحه، نعيش باستقرار، كافي يعني هذا التمسك بالكرسي والتمسك بالصفقات اللي بيناتهم، وكل من يدور مصلحه نفسه ما حيدور مصلحه المواطن.